السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. أعزائي عزيزاتي، مرحبا. إذا لدينا اليوم درس جديد ومن دروس مادة اللغة العربية ومع مكون الإناء. إذا انتبهوا معي، حرف اللام في الأسماء الموصولة الجزء الأول. لاحظوا معي، تعرفون أننا قد سبق وتعرفنا جميعا على الأسماء الموصولة، ولكن يا ترى ما الجديد في هذا الدرس؟ لاحظوا معي، الجديد هو حرف اللام. الأسماء الموصولة نعرفها، التي، الذي، اللتان، اللذان، اللواتي، اللائم، اللتيمة إلى آخره. لاحظوا معي، إذا سوف نتعرف على التغيير ونكتشفه معا. ولاحظوا واكتشف أمثلة. حضر اللذان كان مسافرين، جاءت اللتان تسكنان أمامنا، رأيت اللاتي يشتغلن في المصنع، هؤلاء اللواتي يحمين البيئة. إذا لاحظوا معي، اللذان، اللتان، اللواتي، اللواتي، اللاتي، عفوا، اللاتي، اللواتي. يعني لاحظوا معي، هذه الأسماء الموصولة كلها تبدأ بلامين. إذا تبدأ أو تبتدئ بلامين، اللذان، اللتان، اللاتي، اللواتي. نعم، لاحظوا معي، عندما نحذف اللام، لاحظوا معي، عندما أحذف اللام ماذا يحدث؟ لاحظوا معي، أنا هنا عندما نحلل، إذا أضيفت لام الجر للأسماء الموصولة، جيد، إلى هنا واضح الأمر. لاحظوا معي، دخلت اللام على اللذان فصارت للذين، يعني أدخلت عليها لام الجر. دخلت اللام على اللتين لأنني أدخلت عليها لام الجر فأصبحت للتين. دخلت اللام على اللاتي، أدخلت عليها لام الجر فصارت للاتي. دخلت اللام على اللواتي، لام الجر فصارت للواتي. إذن في نظركم هذه الكلمات تبتدئ بلامين، وعندما أدخل عليها لام الجر ستصبح بثلاث لامات، هذا جائز. إذا لا، لاحظوا معي ماذا سيحدث، لا يجوز اجتماع ثلاث لامات مكتوبة في الاسم الموصول. إذا لا يجوز أن تجتمع أكثر من لامين في الاسم الموصول، لذلك فاللام الجر التي أضيف تثبت نطقا وتحذف خطا. فهمنا الآن؟ إذا فهمنا الآن، فأنا عندما أضيف لام الجر هنا فإنها تثبت نطقا، واضح؟ وتحذف خطا، واضح؟ لاحظوا معي، الأسماء الموصولة التي تبدأ بلامين، اللذان، اللذين للمثنى المذكر، اللتان، اللتين للمثنى المؤنث، اللائي، اللاتي، اللواتي للجمع المؤنث. لا يجوز اجتماع ثلاث لامات كما قلنا في الأسماء الموصولة التي تبتدئ بلامين. إذا أظن أن الأمر صار واضحا الآن، وحتى نتمكن أبنائي من تثبيت معارفنا ومكتسباتنا، لا بأس من إنجاز الأنشطة التالية. أولا، أدخل لام الجر على الأسماء التالية وأركبها ضمن جمل مفيدة، اللذين، اللتين، اللاتي، فستصبح للذين، للتين، للاتي، ثم بعد ذلك تركبها في جمل مفيدة. لاحظوا معي، أتمم باسم الموصول المناسب، لام الجر، يغرسان الأشجار أجر كبير، لام الجر، نقطة الحذف، يحنين الأطفال شواهد تقديرية، لام الجر، نقطة الحذف، يسمعان كلام والدهما هدية. جيد، أنتظر إنجازاتكم. إذا لنصحح، أدخل لام الجر على الأسماء التالية وأركبها ضمن جمل مفيدة، اللذين، للذين، للذين فاز بالمسابقة جائزة، اللتين هدية للتين تحرصان على حماية البيئة، اللاتي طوبى للاتي يخدمن وطنهن. أتمم باسم الموصول المناسب،
للذي يغرسان الأشجار أجر كبير، للواتي يحمين الأطفال شواهد تقديرية، للذين يسمعان كلام والدهما هدية. إلى هنا أعزائي عزيزاتي انتهت حصة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من الدرس واستفدتم جيدا، وأتمنى أن تكونوا